اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نقول لكم ان احنا هنبدا فقراتنا مع الكاتبه والصحفيه الفنيه هبه محمد علي، وعايزين كمان نفهم منها الحاله الصحيه للفنان سمير صبري اللي كلنا مصر كلها بتدعي له، الوطن العربي بنتمنى له الشفاء، ونفهم كمان سر حب كل الفنانين لسمير صبري والحكايات الخاصه بيه اللي يمكن هتعرفوها لاول مره واللي لسه عايشه في الوسط الفني لحد دلوقتي. اما فقرتنا الثانيه فهتكون مع المنشد يوسف البواب، واللي عايزين نسمع منه انشاد ديني كتير خاصه في الايام المباركه وقرب حلول شهر رمضان الكريم. دلوقتي هنروح مع بعض علشان نشوف احنا عندنا ايه النهارده في مصر ونرجع لكم مره تانية. أسر كتير من اللي كان أبنائهم بيدرس في أوكرانيا مشغولين جدا بكيفية نقلهم وأنهم يكملوا عمهم الدراسي بشكل واضح، وعشان كده كان في توجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاعهم عشان يتم إيجاد حلول لمساعدتهم في عملية التحويل للجامعات المصرية. ومبارح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أعلنت بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وتم وضع استمارة للتسجيل عليها من كل الطلاب الموجودين في أوكرانيا عشان يتم استيعاب كل تصوراتهم في عملية الدمج اللي هتتم. خلونا نعرف تفاصيل أكتر وإيه اللي تم وبيتم حاليا من أستاذ أحمد الديب رئيس قسم التعليم بموقع فيتو. صباح الورد وأهلا بيك يا أستاذ أحمد. مها وعلى كل المشاهدين أهلا بيك. في البداية عايزين نعرف عدد الطلاب وإزاي هيتم استيعابهم. في حالة الأمر حتى الآن الطلبة العائدين من أوكرانيا وصل عددهم ل 3220 طالب، وده طبعا ضمن توجيهات سيادة الرئيس بعودة كل الطلاب المصريين المتواجدين في أوكرانيا بسبب الأحداث اللي بتحصل. والدولة طبعا زي ما حضرتك عارفة وكل عارف وشاف، الدولة المصرية ما تأخرتش في إنها تستجيب لمطالب ولادها ورجعتهم على وجه السرعة. طبعا حفاظا على مستقبلهم كان في توجيهات رئاسية بتوفير أماكن لهؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية، وبالتالي تم تشكيل لجنة من قبل الدكتور خالد عبد الغفار والمختصين في وزارة التعليم العالي لوضع حل سريع وعاجل لإنقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب. كان هذا الحل بيسمح لأول مرة بعمل وضع استثنائي بتحويل الطلاب من الكليات اللي بيدرسوا فيها في أوكرانيا
الى الكليات المناظره ليهم في الجامعات الخاصه والاهليه في مصر. طب هل متاح ان هم يعني كل الجامعات يقدروا يدخلوها، ولا في اي حاجه ممكن نستثنيها؟ لا طبعا مش متاح كل الجامعات، هو الطلبه اللي بينطبق شروطها على الجامعات المصريه هم بس اللي هيبقى عندهم الفرصه. يعني الطالب حضرتك عارفه ان بره ما عندهمش ادب وعلمي زي عندنا تخصص ادب وتخصص علمي، فبالتالي في طلاب كانوا في اوكرانيا ادبي وبيدرسوا طب، تمام؟ فبالتالي عشان دي تقبل لهم في الجامعات المصريه هيبقى من الصعب ان هم يلتحقوا بهذه الجامعات وبكليات الطب عموما. اما الطلاب اللي هم علم علوم وبيدرسوا طب بره فعندهم فرصه ان هم يلتحقوا بكليات الطب في الجامعات الخاصه والاهليه، ولكن في اختبار موحد تم اعداده وتجهيزه من قبل وزاره التعليم العالي بجامعتي عين شمس والقاهره لطلاب الاسنان والطب البشري والهندسه والصيدله، دول هيلتحقوا بيه. اما النهارده بدايه اول يوم لاستقبال الاوراق الرسميه اللي بتثبت ان حضرتك قبل يوم 24 فبراير الماضي كنت في اوكرانيا. الاوراق دي بتثبت الاقامه لمده سنه، بتثبت ان انت طالب في الجامعه اللي كنت فيها، بتقدم الاوراق دي يعني لوزاره الهجره ثم لمده اسبوعين، وبعدها وزاره الهجره بتستعين بالاوراق دي تبدا الفحص والدراسه والتاكد من صحتها وارسالها لوزاره التعليم العالي. عايز اقول لحضرتك ان وزاره التعليم العالي اعلنت بالفعل الاماكن الشاغره اللي موجوده في الجامعات الخاصه والاهليه على موقعها الالكترونيه، عشان الطالب اللي عنده رغبه يحول من الكليه وينطبق عليه الشروط من الكليه اللي كان بيدرس فيها في اوكرانيا الى كليه مشابهه ليها في مصر في الجامعات الخاصه والاهليه، يتفضل بعد اداء الاختبار الموحد اللي هينعقد في جامعتي عين شمس والقاهره يقدم مباشره لاي جامعه هو عايزها في الجامعات الخاصه والاهليه ما دام اسمها موجود على موقع وزاره التعليم العالي فيها مكان لاي طالب من الطلاب العادي. طيب انا شايف ان دي فرصه. طب استاذ احمد، يعني عايزين برضو نعرف من حضرتك، هل في طلبه كانوا عايزين يكملوا في اوكرانيا؟ ولو حد عايز يكمل هيكون وضعه ايه؟ والله اللي قال كده امبارح الدكتور السفيره نبيله مكرم في كلام مهم جدا، يعني قالت ان مش كل الطلاب رجعوا، تمام، وفي نسبه كبيره يعني 80% من الطلبه غادروا اوكرانيا، وفي بعض الطلاب ما زالوا عندهم رغبه ان هم يكملوا في الجامعات في اوكرانيا او بولندا. في ناس كانت عايزه تروح بولندا كمان. في طبعا في بعض الناس انتقلت الى الدول المجاوره وبتحاول تنقل دراستها هناك، خصوصا اللي مش هينطبق عليهم الشروط هيبقى من الصعب ان هم يلتحقوا بالجامعات في مصر، عشان ما زي ما قلت لحضرتك كده ان نسبه 66% من الطلبه اللي في اوكرانيا بيدرسوا طب، وبعض بمناسبة الناس منهم الاختبارات تخصص ادبي. بمناسبه الاختبارات، يعني اللي مش هيعدي في الاختبار ده هيكون وضعه ايه؟ يعني ايه اللي هيتعمل معاه، او ايه العوائق اللي ممكن تقابلهم بشكل عام؟ والله الاختبار ده حضرتك عارفه ان اغلب الناس اللي داخله واللي سافرت اوكرانيا جايبين 55%، وحفاظا على حقوق المساواه وان التعليم المصري في الفتره الاخيره اتطور بشكل كبير جدا طبعا. وعندنا نسبه كبيره من الوافدين في مصر بيجوا من كل الدول وبالذات الدول العربيه والدول القريبه يدرسوا في مصر، فبالتالي انت بتحافظي على اليه وجوده التعليم. والطالب اللي درس طب بره او بعض المناهج الطبيه اعتقد هيبقى الاختبار يعني في اطار اللي درسه، في اطار التخصص اللي هو قدر يذاكره وقدر يتعود عليه في الفتره الاخيره، لان خصوصا هناك ان الطلبه اللي بتدرس بره طبعا في النهارده محاضره بكره امتحان، نظام التعليم بره طبعا كل دوله ليها اساليبها وتخصصاتها ونظامها التعليمي، واحنا برضو عندنا نظامنا واساليبنا وتطويرنا في التعليم بدا بس الفترة. لو حصل اي ظرف وما قدرش يعدي الاختبار هل في بديل او في حتى الان التعليم العالي ما اعلنتش هيعمل ايه، ولكن انا اعتقد ان ممكن يسمحوا له بفرصه ثانيه ان هو يعيد امتحانه ثاني، اما لو ما لقاش امتحان ممكن يدخل يلتحق باي تخصص اخر بالجامعات الخاصه، تمام، والجامعات الخاصه هتعمل له اختبار. طبعا الطلبه اللي هم خارج الطب والهندسه والصيدله اللي قلت لحضرتك عليهم اللي هم بيدرسوا بره اي تخصصات ثانيه هيلتحقوا مباشره بعد تقديم اوراقهم الى الجامعات الخاصه اللي عايزينها، والجامعه الخاصه هي اللي هتعمل لهم اختبار في التخصص اللي هم دخلوا فيه. في حاله يعني عشان اكون انا مش عندي الاجابه صراحه وما تمش الاعلان عنها حتى الان الطالب اللي مش هينجح في الاختبار ايه اللي هيحصل معاه، ولكن انا اعتقد طبقا للاجراءات اللي بتتم تسهيل الامور كلها ممكن يبقى عنده فرصه مره ثانيه ان هو يؤدي الامتحان في قبل الاماكن اللي حددتها وزاره التعليم. طيب في حال انه الاوضاع في اوكرانيا يعني انتهت، هل هيبقى في امكانيه ان الطلبه يعودوا مره اخرى يكملوا دراستهم في اوكرانيا، ولا خلاص بقى كده في سنين من العمر عماله تخلص هنا وهناك؟ استاذ ما حضرتك عارفه ان الدوله هي بتعمل اللي عليها، يعني احنا الدوله في مصر بتحافظ على مستقبل الطلاب، دي كوبلات رئيسيه لازم نحافظ على مستقبل اولادنا، فعشان كده الدوله اتخذت الاجراءات المطلوبه للحفاظ على مستقبل الطلاب، كده مفيش حاجه رغبه يعني الدوله ما قصرتش عشان نكون صراحه. اللي حصل ده ظرف استثنائي ما اتكررش، والظرف ده معمول للطلبه الاوكرانيين اللي كانوا في اوكرانيا لحظه الحرب،
يعني ما يجيش طالب السنه الجايه الحرب خلصت يقول لك انا هدرس في اوكرانيا وارجع يطبق عليه القرار اللي فات، نهائي مش هيحصل. ولكن اللي هيتم الطلبه الان قدامهم فرصه كويسه جدا، اللي عنده الشروط تنطبق عليه اتفضل يقدم، ما فيش حاجه اسمها طب 50% 60%، هذه الفرصه استثنائيه فقط بعد الاختبار ان شاء الله نلتحق بكليه في مصر. اما بقى الطالب اللي مش عنده الرغبه ومستمر، فبالتالي في تواصل من قبل السفاره مع بعض الجامعات اللي في اوكرانيا، هل المستوى يعني النظام بيمشي ازاي؟ برضه ما فيش يعني ما فيش حد ساب الطالب كده حتى وهو بره، لا في تواصل من خلال السفاره المصريه هناك مع والمستشار الثقافي مع الجامعات اللي فيها الطلاب دول عشان نعرف هل هيبقى من السهل الاونلاين، طب النظام هيبقى ايه؟ طب التبعات اللي بتتم، طب الجامعات دي حالتها ووضعها يسمح ولا ما يسمحش؟ وبالتالي في تواصل مع الطلاب اول باول عشان يطمن على مستقبله. اعتقد ان الدوله بصراحه ما سابتش اي سؤال لاي طالب وبتحاول انها توفر كل الامكانيات امام الطلاب العاديين. عظيم جدا، بنشكرك طبعا شكرا جزيلا استاذ احمد الديب الصحفي المتخصص في التعليم العالي بموقع فيتو. طيب خلينا دلوقتي نروح نطمن على حاله الطقس ونرجع مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا احنا قربنا جدا على شهر رمضان، ودايما الناس بتحب ان هي تعمل اعمال الخير وتساعد، وده جزء مهم جدا من دور الفرد ان هو يقوم بعمل اجتماعي ويكون بيشارك ما بين القادرين وغير القادرين. وطبعا بجانب الاعمال الفرديه دايما المؤسسات والجمعيات الخيريه بتقوم بدور مهم في عمليات التنظيم والتوزيع على المستحقين، واحنا كمان عندنا مبادره حياه كريمه اللي عندها قاعده بيانات عظيمه بخصوص المستحقين ممكن نقدر كمان نستفاد منها. وعشان كده مشرفنا على الهاتف الأستاذ هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير والمشاركة في مبادرة حياة كريمة. صباح الورد على حضرتك. صباح النور يا جماعة. صباح النور أستاذة ياسمين. حضراتكم كل سنة طيبين وشعب مصر والأمة الإسلامية بخير. وحضرتك طيب يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك يعني أو نعرف الناس توصل تبرعاتها بشكل آمن وسليم إزاي؟ طبعا كل مؤسسة حاليا بتشتغل في ظل مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس من 2019، ويمكن الحمد لله بقى في مصداقية أكتر في الجمعيات والمؤسسات إن هم حاليا بيتبرعوا وبيشوفوا تبرعاتهم دي موجودة إزاي على الأرض. الشغل اللي حاصل الفترة دي شغل كبير جدا الحمد لله. إحنا كصناع الخير سواء في قوافلنا الطبية أو في أعمار البيوت أو في الحاجات اللي بنعملها الحمد لله الشغل باين جدا. بنتشرف ان احنا بنشترك حتى في مبادرة حياة كريمة حاليا، وان شاء الله كمان احنا داخلين على سكن كريم الفترة الجاية واخدين 3000 منزل هنبدأ نشتغل فيهم في المحافظات. طبعا تظل كرتونة رمضان هي الحاجة دايما المهمة في الشهر الكريم، واللي الحمد لله احنا كصناع الخير بنبدأ حاليا شغالين فيها، وهنبدأ ان شاء الله نوزع من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله بدايه من اول الاسبوع الجاي، ومنغطيهم وكمان احنا بنغطي محافظات كلها وبنوصل كمان للمناطق الحدوديه مهتمين جدا بيها سواء حلايب وشلاتين سيوة الوادي الجديد سانت كاترين، كل المناطق الحدوديه دي احنا الحمد لله برضه بنوصل لها.
وبنبدأ إن شاء الله نوزع كرتونة كرتونة فعلا حاجة محترمة، وبنروح لحد القرى البعيدة جدا اللي فعلا بيبقى فيه ناس للأسف بيبقى عندها من التعفف إن هي ما بتجيش تاخد الحاجة دي، إحنا بنوصل لهم لحد البيت وبنخبط عليهم وبنديهم الكرتونة في الشهر الكريم، وده طبعا حاجة اتعود عليها الشعب المصري كله. والحمد لله مش كمان المؤسسات، يمكن الثلاث قطاعات دلوقتي من ساعة مبادرة حياة كريمة اللي بدأوا يتعاونوا مع بعض، هو القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع الحكومي واللي أنا بسميه المثلث الذهبي. القطاعات دي لما بدأت تتعاون بقى في فعلا مجهود كبير جدا بيحصل دلوقتي على الأرض، إنما كمان الأفراد المصريين العاديين اللي هم بيتبرعوا بالتبرع العادي خالص سواء جنيه أو 10 جنيه أي تبرع، اللي فعلا ده بيعمل معانا عامل كبير جدا في ان احنا بنقدر نزود في الكراتين دي وبنقدر ان احنا يعني نغطي اكبر عدد من الشعب المصري. طيب بالنسبة للشباب اللي حابين ان هم يشاركوا في عمليات التعبئة والتوزيع بشكل تطوعي، هل الاوبشن ده موجود للشباب يتطوع؟ ولو عايز يتطوع ايه الاجراءات اللي يمشي فيها؟ اه طبعا احنا عندنا صفحتنا على الفيسبوك مؤسسة صناع الخير للتنمية، وعندنا كمان رقم الخط الساخن 1501 يقدر يتصل بينا ويقدر ان احنا يشترك معانا، حتى مش المتطوعين بس، حتى لو في حالات او في حد محتاج اي مساعدة 1501 متاح على طول 24 ساعة وصفحتنا على الفيسبوك. طيب هل يعني شكل كرتونة رمضان السنة دي مختلف شوية؟ يعني هيبقى فيها زيادة شوية في الكمية، وخصوصا انه في زيادة اسعار في الفترة الأخيرة؟ اه طبعا وزارة الأسعار عاملة مشكلة كبيرة جدا مع كل المؤسسات وكل الجهات اللي بتوزع، في طبعا زيادة الأسعار، وده اللي بنحاول ان احنا نبدأ نوفر أكبر سلع ممكنة عشان المواطن يبدأ يحس ان فعلا في كرتونه فعلا حاجه كويسه. احنا ان شاء الله الكرتونه بتاعتنا حوالي 20 كيلو، فيها سكر 4 كيلو سكر، 4 كيلو رز، 4 كيلو مكرونه، فيها سمنه، فيها صلصه، شاي، بلح، عدس، فول، اكبر يعني الحاجات اللي فعلا اي بيت مصري بيحتاجها خلال هذا الشهر الكريم، واللي تقضي بنحاول نخليها تقضي الاسره، طبعا اسره مكونه من 5 افراد اللي تقضيها لمده شهر. طب هل يا فندم ناويين تعملوا زي وجبات جاهزه بتتوزع كافطار يعني كل يوم في رمضان؟ بص حضرتك احنا مش متخصصين في الحاجات دي، يمكن في مؤسسات تانية هي المتخصصه في موضوع الوجبات دي، ولكن احنا يعني متخصصين اكتر في موضوع الكرتونه، ولكن الحمد لله برضو عندنا من المؤسسات والجمعيات اللي برضو بتقدم الحكايه دي، وكلنا في تكامل في الموضوع ده، ويمكن حاليا في تحالف جديد بدأ يحصل لمؤسسة حياة كريمة، التحالف ده بيضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة عشان نبدأ كمان نشوف كل واحد هيوزع فين وبأني آلية وكل واحد عنده إيه هيبدأ يقدمه للمواطن، وده طبعا حاجة بنشكر عليها جدا القيادة السياسية طبعا. لأن طبعا إحنا في عام 22 هو عام الجمعيات والمؤسسات، وده دورنا واحنا بنعتبر ان احنا الذراع الايمن للحكومه. طب امتى بالفعل هتبتدوا التوزيع؟ احنا بالنسبه لنا كصناع خير ان شاء الله بدايه من اول الاسبوع ده باذن الله هنبدا ننزل نوزع على يوم الاثنين ان شاء الله، ودي بدايتنا ان شاء الله لحد اخر الشهر الكريم باذن الله. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور استاذ مصطفى استاذ محمد عبد الفتاح الرئيس لمبادرة صناع الخير. طيب خلينا نروح نشوف معاكم تقرير في بعض المعلومات عن الموسيقار الكبير والموهبة المصرية الفريدة الموسيقار بليغ حمدي اللي لحن أول أغنية ليه مع السيدة أم كلثوم كوكب الشرق قبل ما يتم 30 سنة، وبعدها توالت ألحانه العظيمة معاها ومع العندليب عبد الحليم حافظ وطبعا المطربة الجميلة وردة، وهي أغاني لحد دلوقتي بنسمعها ويعني كأنها لسه جديدة. الموسيقار الراحل كان ليه علامة من علامات الفن المصري، وبيعتبر أنه عمل نقلة وتحديث في الألحان لأنه كان وقتها لسه شاب وكان لسه داخل كده بدم جديد زي ما بيقولوا، تعاون بألحانه مع كبار المطربين في مصر والعالم العربي، وكمان كان ليه بصمات مميزة جدا مع مطربين كانوا ولسه صاعدين في بداية الطريق وقتها، وساهم بشكل كبير في أنه يصنع نجوميتهم منهم ميادة الحناوي وسميرة سعيد ولطيفة وعفاف راضي وعزيزة جلال وهاني شاكر وعلي الحجار وغيرهم كتير، ويمكن الفنانة الراحلة وردة 7 سنين زواج منه كانت بتشهد السنين الذهبية في حياتها الفنية. أما عن الموسيقار الكبير بليغ حمدي
نروح نشوف الأسعار بتاعة السلع الأساسية ونرجع بأول فقراتنا. حضراتكم من جديد. لما بنقول الفنان القدير الأسطورة سمير صبري، هو في الحقيقة أسطورة. يعني احنا بنتكلم عن حالة ان هو موسوعة في الفن، الفن بغنائه بتمثيله باستعراضه، بنتكلم ان هو موسوعة في الإعلام، إعلامي قدير. يعني ده أستاذ أساتذتنا، يعني هو قدم الأساتذة بتوعنا وادهم فرصتهم كمان في الإعلام من خلال برنامج النادي الدولي. لو قعدنا نتكلم على حلقات وحلقات عن هذا المشوار العظيم للأسطورة اللي بنتمنى له الشفاء العاجل يا رب سمير صبري، مش هنوفي له حقه أبدا أبدا أبدا. فخلينا كده نتكلم عن ملف جميل جدا اتعمل، وهو ملف ملك الفرح، واللي من ضمن المشاركين في هذا الملف الكاتبة الصحفية الفنية هبة محمد علي اللي دايما بتنورنا، وهي معانا النهاردة هتكلمنا عن الملف والمجهود اللي بيتبذل فيه والمشاركين في هذا الملف، وهتقول لنا طبعا تفاصيل وذكريات خاصة بالفنان الجميل، يمكن هتقولها كمان لأول مرة واللي كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل. أهلا بيك يا هبة، وصباحك صباح الورد، ودايما مواضيعك مختلفة. صباح الفل. احكي لي عن الملف ملك الفرح، كانت فكره مين؟ طبعا احنا عارفين انت في روز اليوسف، مؤسسه روز اليوسف العريقه، كانت فكره مين؟ وانتوا كام صحفي مشاركين وكل واحد بيعمل ايه وهكذا؟ الاول انا عايزه اقول ان انا سعيده جدا ان انا بتكلم عن الاستاذ سمير صبري. يعني هو الحقيقه يعني هو مش بس زي ما حضرتك قلتي، مش بس فنان كبير ومهم، هو انسان عظيم برضو طبعاً. وفارس من فرسان الزمن الجميل. خلينا نقول الملف كان فكرة أستاذ أحمد الطهري رئيس التحرير، هو يعني كلفنا بأن احنا نعمل ملف كبير من 20 صفحة، وده عدد يعني صفحات طبعا كبير، وكان في وقت قياسي، يعني وقت قليل جدا اللي كان متحدد لنا. الحقيقة أن احنا طبعا أستاذ شيماء سليم المشرفة على القسم، واحنا الفريق كلنا فكرنا ان احنا ناخد الملف في زاويه مختلفه تماما عن الناس عارفاه. يعني طول الوقت الناس شايفه سمير صبري هذا الوجه الباسم، الانسان اللي ممكن يخطف الكاميرا، الحكاء الماهر اللي عنده ذكريات جميله، اللي على المسرح بيبقى منور، بس في جوانب خفيه ومختلفه ما كانوش يعرفوه عنه. فقررنا ان احنا ناخد الملف في السكه دي. يمكن انا موضوعي اللي انا عملته حبيت ان انا القي فيه ضوء على فكره انه قد ايه انسان
عظيم لما بيؤمن بحاجة بيديلها من قلبه، يعني مسبيره هو بيديله من وقته ومن طاقته، بيروح يسجل في الإذاعة لغاية ما قبل ما يتعب كان بيروح بلا أجر طبعا. أنا شاهدته في الجونة، كان لما سألته قال لي أنا جايب معايا يعني مخرج البرنامج على حسابي، لأني عز عليا ان الاذاعه ما تغطيش الحدث، ما تبعتلهمش دعوه، فانا عز عليا ان انا ما غطيش الحدث فجبته على حسابي. اتكلمت كمان في موضوعي عن قد ايه هو اهدى افلامه اللي هو انتجها لقناه نايل سينما. طبعا كان ليه برنامجه هنا الشهير في قناه تان، كان طبعاً من أنجح البرامج مسبيرو حقيقي. كان برنامج عظيم جدا. طبعا كان في شهادات كتير من فنانين مختلفين في الملف، لو تقول لنا كده ايه ابرزها؟ ايوه، ما هو الملف زي ما قلت حضرتك هو مقسوم زي قسمين، موضوعي وموضوع استاذ عبد الله رامي، برضو كان متكلم عن كتابه حكايات العمر كله، عامل قراءه جميله جدا عن الكتاب. استاذه برضو الاء شوقي كانت متكلمه عن بعض النقاط المهمه اللي هو اتكلمنا كاسره روزا اليوسف لما جه زارنا، لما احتفينا بيه في الكتاب، قال كده شويه حاجات يمكن وصايا نقدر نقول او كده حبينا ان احنا نطرحها مجددا. الجزء الثاني بقى زي ما حضرتك بتقولي جزء الشهادات المهمه جدا اللي برضو حبينا ان احنا نخش فيها في العمق بقى، اللي هو مش بس فنان جميل صديق عزيز، لا حبينا نشوف حكاية. مواقف حيه بينه وبين اصدقاء. استاذه ايه رفعت عملت الموضوع ده وكان جميل جدا. طب استاذه منى عشماوي كمان عملت ملف. كم صحفي بقى في هذا الملف؟ في 20 صفحه تقريبا، احنا انا وعبد الله زي ما انا قلت كده وآية ومنى، يعني حوالي خمسه، حوالي خمس صحفيين. المعروف قوي عن الفنان العظيم الاسطوره سمير صبري انه انسانيا يعني حاجه فوق الوصف، وعلى طول واقف مع زملائه في الفن، وعلى طول بيجري على العيان، وعلى طول بيجري على اللي محتاج، وعلى طول يعني كتبته عن ده ازاي؟ لحقته على الموضوع ده ازاي؟ هو معروف عنه جدا الجانب الانساني العظيم ده اللي هو يمكن جانب خفي هو حتى ما بيتكلمش عنه. صحيح، ان هو صاحب واجب بمعنى الكلمه. بصي يا مها، انا بفخر ان في ارشيفي عدد يعني معقول من الحوارات الصحفيه مع فنانين وفنانات الزمن الجميل. انا عايزه اقول لك ان القاسم المشترك دايما في الحوارات بيبقى سمير صبري. لما بسال سؤال مين بيسال عليك او مين بيكلمك او مين بيزورك، دايما بسمع كلمه سمير صبري هو اللي بيسال علينا. جميل قوي، يعني انسان فعلا فعلا محب. حتى في كتابه حكايات العمر كل ما تقريه تلاقيه بيروح يزور المصادر او اساتذته، عبد القادر حاتم طبعا وزير الاعلام، او احمد سعيد الاذاعي الشهير، يعني بيسال عليهم ولا مين بيسال عليكم مين، يعني هو بيكتب كده في الكتاب يقولوا له ما فيش حد. حتى في جنازه كمال الشناوي هو كاتب في الكتاب كده، قعدت بص كده في الجنازه وقلت يا كيمو لو كنت الناس دي سالت عليك بالتليفون ممكن كنتش مت دلوقتي، لانك انت ما حدش كان بيسال عليك. فهو طول الوقت عنده الاحساس ده. طبعا في قصه شهيره جدا ليه مع تحيه كاريوكا، يعني تحيه كاريوكا هو تقريبا هو كان بمثابه ابنها في العشر سنين الاخيره لما غدر بيها طبعا زوجها فايز حلاوه وجردها من كل ممتلكاتها، تقريبا هو عمل لها كل حاجه، يعني احلامها كانت مجابه فعلا. كان لما تعوز تطلع عمره بيقدر يعمل دب بعلاقاته، لما تعوز اي حاجه في المستشفى لما عايزه تغير مكان الاوضه لاوضه تانية كانت اغلى كتير عمل ده. فهو طول الوقت كان بيعمل كده. ويمكن تحيه كاريوكا نفسها كانت بتقول له الحديث الشريف ان لله عباد اختصهم بقضاء حوائج الله، حببهم للخير وحبب الخير اليهم، وهو فعلا كده يعني دايما كانت تقول له. ياسمين يمكن كان في لقاء لتحيه كاريوكا لذيذ قوي مع اعلاميه قديره، يعني بتسالها على الرجاله فبتقول لها مش عارفه ايه تقول ايه عن الرجال، قالت ايه مميزات الراجل، قالت لها ولا ميزه ربنا يكفينا شرهم. كان الموضوع يعني مضحك واضح انه يتقدر بيها فعلا حقيقي. فهو وقف ودعمها دعم شديد جدا، هي وغيرها طبعا استاذه مديحه يسري، كل الفنانات الزمن الجميل ما سابش حد خالص ابدا. عشان كده لما تعب احنا شفنا تظاهره حب حقيقيه. انا عايزه اقول لك مش بس من الفنانين، انا كنت في مهرجان الاقصر كان بيتعرض له فيلم اتنين طلعت حرب، كان مشارك فيه ده يعني اخر فيلم مثله، كان نفسنا طبعا يكون معانا.
مش عايزه اقول لك ان كل ما يظهر على الشاشه الجمهور كان يسقف بحراره شديده، جمهور الاقصر وكل يعني الجمهور اللي جاي من المحافظات المختلفه، محافظات الصعيد عشان بيجي يحضر المهرجان، القاعه كانت على اكملها وكل الناس بتسقف تسقيف شديد في طوال الفيلم. وطبعا سعدت جدا ان هو خد جائزه احسن ممثل في المهرجان، شيء مفرح فعلا. الكلام طبعا عن كرم الفنان سمير صبري كبير جدا وما بيخلصش، بس مثلا حاجه الفنان دايما بتكون عزيزه عليه جدا، فاحنا سمعنا ان هو تبرع لفرقه استعراضيه بملابسه، فلو تحكي لنا الموقف ده وشفتيه ازاي. فرقه الفنون الشعبيه فعلا انا تناولت الجزئيه دي برضو في موضوعي. هو طبعا انتوا عارفين ان هو كان عنده فرقه استعراضيه مهمه جدا، كان في فتره ما كان يعني في وقت مجدها كان بيقول لك اللي ما سمير صبري ما احياش الفرح بتاعه ما عملش فرح، لان كانت فرقه فعلا عظيمه. هو كمان كان مهتم بيها، حوالي 30 موسيقي مهمين جدا، 20 راقص وراقصه من مختلف الجنسيات، فهو كان بيهتم بمظهرهم جدا وكان بيعمل لهم ملابس استعراضيه يعني على ايده خلينا نقول. فكان الملابس دي طبعا الفرقه بعد ما انفضت كان بيحتفظ بيها، يعني يقال انه يحتفظ بيها في ثلاجات معينه عشان ما تبص. بعد سنين طويله ويمكن السنه اللي فاتت او من قريب جدا او اللي قبلها قرر هو انه يتبرع ليها لفرقه الفنون الشعبيه وزاره الثقافه، وفي مسرح البالون سلم الملابس دي وقال ان الاجيال الجديده اللي بترقص وحالتها فعلا بحالتها بعد جديدة السنين دي كلها لانه محتفظ بيها يعني حافظها. فبعدين هو فكر طبعا بقلبه الجميل وحبه للناس وحبه للحياه، فكر ان الناس تستفيد بيها احسن. صحيح. ويلبسوها. الجزء بتاعك في الملف عنوانه سفير الحب الذي لم تختفي ابتساماته يوما. صحيح. احكي لي عن العنوان اللي انت اخترتيه للملف بتاعك، واحكي لنا عن عشقه لماسبيرو، يعني يمكن مش كل الناس بترتبط هذا الارتباط بماسبيرو اللي ليه فضل على الجميع في الحقيقه. بصي انا انطلقت في العنوان من موقف شهدته في مهرجان القاهره السينمائي الاخير لما قدم نيلي، وكان تعبان وقتها، كان تعبان جدا في الكواليس، هو ما كانش قادر يمشي، كان تعبان قوي، لكن لما طلع على المسرح يعني مش قادره اقول لك، انا حسيت ان هو نسي ان ماسك العكاز اللي هو كان بيسنده، فحسيت ان هو رجع مثلا 30 40 سنه ورا، وقد ايه طاقه وقد ايه كانوا عاملين دويتو هايل على المسرح. يمكن من احلى فقرات حفل الافتتاح كانت فقرته مع نيلي. فلما شفت التنقل ده وهو خارج بقى من اللي بعد الفقره وبيسند على عكازه وكان يعني بطيء، استغربت جدا قد ايه جات له الطاقه دي، ازاي المسرح بيخليه ينسى العالم. وهو بيتكلم كده في كتابه عن العظماء، يعني أمينة رزق وكده ويوسف وهبي، كان بيقول لك كانوا بيبقوا تعبانين جدا بس من اول ما تدور الكاميرا بيتحولوا وبيبقوا. صحيح. تحس ان الروح ردت فيهم فعلا. هو كمان كده، كمان لما شفته في معرض الكتاب في دورته الاخيره كان عنده ندوه وكان تعبان وكان جايب كرسي متحرك، ودي اول مره اشوفه كرسي متحرك، لكن برضه حب انه يقابل جمهوره، انا حسيت ان هو بيستمد من الناس ومن نقاشه ومن حكاياته الجميله، لانه فعلا صدره مليء بالحكايات الجميله، فحسيت ان هو بيستمد الحياه من ده. فعجبني جدا انه عمر ما ابتسامته اختفت مهما كان حاسس بالم. اقرب الاصدقاء لي يعني ما كانوش يعرفوا ان هو تعبان، يعني انا بتكلم مع الاستاذه لبنى عبد العزيز، وانتوا عارفين ان انا يعني عامله الكتاب بتاعها مذكرات قصه امراه حره، كتاب مذكراتها، قالت وهي ايمن بيكلموه بشكل شبه يومي لانه هو اقرب صديق ليها، قالت لي ما قاليش ان هو عنده تعبان التعب ده للدرجه دي، مخبي عن اقرب الاقربين، ما بيحبش يتعب حد، دايما بيحب ينشر السعاده، دايما بيحب ينشر الحب، مش بيقول الحاجات اللي بتألمه، فانسان عظيم حقيقي. بمناسبه الفنانه لبنى عبد العزيز وحضرتك عامله كتاب عنها وكانت مقدمه الكتاب هو اللي مليها لك، فلو تحكي لنا عن كواليس الموقف ده وعن الموضوع ده. هو انا لما عملت خلصت الكتاب كنت حابه ان يكتب لي المقدمه اقرب الشخصيات ليها اللي كمان ذكر اسمهم كتير في الكتاب. طبعا استاذ مفيد فوزي كاتب لي كلمه جميله جدا، واستاذ سمير صبري كاتب لي كلمه عظيمه قوي. انا لما فكرت في استاذ سمير صبري حسيت انه يعني كنت مكسوفه اقول له ده، بس انا لما عرضت عليه وافق على طول ورحب جدا وقال لي طبعا لولو دي حبيبتي، هو بيقول لها لولو، وحكى لي بقى موقف عظيم جدا يعني. وطبعا انا قلت له انا اتملى الكلمه يعني وانا اكتبها عشان ما جيتش حضرتك، وقد كان، وده من حسن حظي لاني احتفظت بقى بالتسجيل ده وبفضل اسمعه
وبحب قوي ان هو بيتكلم بالطاقه دي، لان صوته اصلا بينقل طاقه حب كمان اكتر من كلمات. حتى انا اديت لزميلنا المعد عبد الله الصوت وقلت له لو نقدر نعرضه هتبقى حاجه لطيفه جدا يعني. يمكن هو اهدى افلامه اللي هو انتجها مجانا للتلفزيون، بتشوفي ده ازاي؟ وفيلم جحيم تحت الماء اللي كان انتجه، يعني كواليسه ايه بقى اللي حكاها لك وقلتيها في الملف بتاعك والناس ما تعرفش لسه، يعني لاول مره الناس هتعرفه؟ بصي، وفقا لتصريح استاذ سيد فؤاد رئيس قناه النايل سينما، لان انا اتكلمت معاه، هو اهداهم 5 سنين حق انتفاع، وبعد كده حاليا هم برضو بينتفعوا بس تقريبا بمبلغ رمزي او حاجه زي كده. طبعا هو انتج اكتر من فيلم تقريبا، العدد 11 فيلم تقريبا. بس جحيم تحت الماء تحديدا هو فعلا فيلم مهم انتاجيا جدا، لانه كان اول فيلم يتصور تحت الميه. ويمكن آية رفعت زميلتي العزيزة كانت جايبة شهادة من المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي، لأن هو اللي صور الفيلم، وقد إيه قال إن هو منتج يتصف بالكرم والسخاء، لأن مش كل منتج طبعا بيصرف، بيبقى المنتج أكيد طبعًا عايز يوفر فلوس. هو ما كانش كده أبدا، هو لأنه قدر الحالة الفنية وقيمة الفيلم، كان بيصرف ببذخ، كان بيجيب معدات، يمكن كل المعدات اللي بيحتاجها التصوير عشان الصوره تطلع كويسه. يعني هو طلع الفيلم ده بشكل فعلا جميل جدا. دايما مواقف دعمه للفنانين بتبقى كبيره ومعروفه جدا، بس من وجهه نظرك ايه ابرز موقف حسيتي فيه قوي بحبه يعني وحنيته لزملائه كمان؟ انا حكيت من شويه في موقف بتاع استاذ تحيه كاريوكا، وكمان حبيت بحب احكي شويه عن لبنى عبد العزيز. يعني هو طبعا هو بيسال عليها طول الوقت، سافر لها امريكا مخصوص عشان يحيي فرح بنتها، وهو الفنان الوحيد اللي عمل ده واحيا الفرح، وكان يعني جو فعلا جميل جدا، هي لازالت تذكره. لما اولادها بيجوا من امريكا، لان انتم اولادها مش عايشين هنا خالص، بيفتح لها شقته، بيفتح شقته ليهم، لانه شقته اللي هي القديمه يعني فوق لبنى على طول، استاذه لبنى في نفس العماره، بيفتح شقته عشان يبقوا موجودين. يعني البيت يبقى واسع، بياخدهم يفسحهم في كل مصر، يعني هو عيله بالنسبه لهم كمان. بالزبط. مش بس صديق يعني، بالظبط، هو بيعملهم كانه ابوهم. يعني هو بيتعامل معهم كانه ابوهم، وبيتعامل مع استاذه لبنى. طب استاذه هبه، خلينا نتكلم في حاجه بقى في طبيعه هذه المهنه التمثيل تحديدا، او دايما اللي هي قدام الكاميرا، حتى لو قلنا اي مهنه اخرى، يعني مهنة قاسية جدا، لدرجة انه الفنان لما بيتعب بيخاف يقول انا تعبان عشان المنتجين ما ينصرفوش عنه، يقولوا طب، بيخافوا يتعاملوا معاه بقى، يقول لك ده صحته تعبانة مش هنعرف نعتمد عليه في الشغل، لدرجة انه الفنان الراحل عبد المنعم ابراهيم توفي على المسرح. يعني بيفضل لاخر لحظة الفنان محطوط تحت ضغط، انه حتى حقه الانساني في انه يقول انا عيان مش قادر، يعني لحد اخر لحظة بيكتم تعبه عشان ما ينصرفش عنه المنتجين او العروض او يعني هل عايزين، يعني انتوا كصحافه احنا محتاجين من صحابه الجلاله ان هي تلقي الضوء على هذا الجانب، وتدي شويه دفعه او ترفع الوعي بانه لا، عادي انه الفنان يتعب يعني، ويقول ومن حقه يقول ان هو تعبان، ومن حقه انه يتوقف جنبه ويتسند، ومن حقه انه يشتغل برضه لما يخاف. يعني هو انا مش دايما بيكون اخفاء المرض بهدف انه الشغل او الانتاج، طبعا في ده حاصل والظروف صعبه وكل ده، لكن احيانا انا بشوف ان بعض الفنانين اصلا بيستمدوا حياتهم من الوقوف قدام الجمهور. ده غير طبعا اللي روحه بتترد طبعا قدام الكاميرا، لانهم معجبين بهذه الموهبه، روحهم بتترد قدام الكاميرا طبعا. فهم ما بيحبوش ان يبانوا ضعفاء، ما بيحبوش ان هم تعبانين، دايما حابين ان هم يعني ياخدوا الطاقه دي ويدوا طاقه. فاحيانا الاخفاء بيبقى نوع من يعني ايه، تجاوز الازمه او ان هو ان هي تعدي سريعا، بس انا اظهر واتعامل مع الجمهور واعمل اعمال فنيه يعني. ايوه. فنان شامل او متعدد المواهب، غنى، استعراض، تمثيل، اذاعه، يعني في رايك ازاي ممكن فنان يبقى عنده كل المواهب دي خلال مسيرته؟ بصي، انا لما ببص لمسيره استاذ سمير صبري تحديدا، ببص لها من منطق الدارس، يعني انا كمنطق تلميذ، الراجل ده ازاي بقى عمل كده؟ يعني ازاي هو فعلا حتى يعني من اول بداياته لغايه ما ربنا يديله الصحه طبعا، برنامجه الاذاعي اللي هو بيذاع حاليا، ازاي يعني جاذب ولافت النظر، ازاي دايما عنده الجديد؟ اولا هو اختار لنفسه لاين لوحده، يعني ما قلتش حد ابدا، احترم ضيوفه، مش بس احترامهم في حواره، احترامهم ان هو كان بيذاكر لهم وبيذاكر لهم لغايه اخر لحظه،
طول الوقت هو بيجمع معلومات ما بيعتمدش على الفهلوه، ودي يمكن آفة بنشوفها احيانا. صح. واحترام كمان، انا يمكن لسه من قريب جدا كنت بتفرج له على حواره مع الجاسوسه سميره ده مرسي. حوار مهم حوار جدا. اولا دي جاسوسه يعني طبعا يعني متلبسه، ويمكن ساعتها كان تم الافراج عنها يعني، بس كان بروفيشنال جدا في حواره، لا زعق ولا شتم ولا طرد. احنا بنشوف كل الحاجات دي يعني، كل المبيقات اللي انا بقولها دي احنا بقينا نشوفها في الاعلام. صحيح. ولا صرخ ولا بكل هدوء وبكل احترام. صحيح. بينج بونج. انا حسيت ان السؤال طول الوقت، وفي نفس الوقت ما خدش المشاهد في حته ان انا هخليك تتعاطف مع الجاسوسه، لا ما تعاطفش يعني الحاجه يعني كان توازن غريب، لانه توازن غريب، عارف بيعمل ايه، عارف بيتكلم ازاي. انا نفسي والله العظيم، انا بطالب من برنامجكم دي، برنامج ده، ان احنا ندرس الحاجات دي، ندرس الحاجات دي في كليه الاعلام، لان والمحترفين كمان والله محتاجين يدرسوا. بس كمان الطلبه في كليه الاعلام لازم يشوفوا النماذج دي، كيف تجري حوارا مع شخص انت عايز تبقى متوازن، تحترمه لانك بتحترم المشاهد باحترامك ليه، لازم تبقى مديله هيبته، لازم تبقى عارف انت ايا كان ده انت بتحترم المشاهد اكتر ما بتحترم ضيفك. فانا بحبيت في ده جدا، حبيت ثقافته الموسوعيه، لانه فعلا موسوعي الثقافه يعني. انا شفت له حوارات مع رؤساء، وقريت كمان في الكتاب بتاعه حواره مع سلطان قابوس، حواره مع البابا شنوده، 3000 حوار هو كان بيتكلم عليه. لا ده هو انسايكلوبيديا متنقله في كله. فلازم تفضل. الصحه طبعا والعافيه، وطبعا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، الكاتبه هبه محمد علي الكاتبه الصحفيه. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لكم بتاني فقراتنا. ورجعنا لكم مرة تانية في فقرتنا التانية والأخيرة. كل سنة وحضراتكم طيبين. ضمن احتفالاتنا باقتراب شهر رمضان الكريم، متعودين معاكم بنسمع أصوات شابة وجميلة وليها حضور قوي بصوت متميز. النهاردة معانا القارئ والمبتهل يوسف البواب، اللي لسه بيدرس في المرحلة الثانوية وقدامه كتير يقدمه. هنسمع منه آيات وابتهالات وأناشيد كتير إن شاء الله. أهلا بحضرتك وصباح الورد عليك. صباح النور يا فندم. في البداية حضرتك اكتشفت الموهبة دي ازاي يعني، او مين دعمك فيها؟ عندنا في المعهد عندنا الأستاذ عادل الوكيل، كان في المعهد يعني طلب مني ان انا اطلع في الإذاعة، بدأ يسمع صوتي فأعجب بيه يعني، فطلب مني ان اطلع في الإذاعة. بعد كده ان شاء الله بعد ما طلعت كم مرة بدأ ياخدني مع حفلات المعهد والحاجات دي. بدأت بقى اتعلم المقامات ودرست موسيقى على يد الدكتور طه عبد الوهاب. يعني الموضوع مش بالفطرة يعني، درسته بقى. درست. طب يعني يوسف انت في معهد الازهر، انت بتدرس في الازهر، متخصص في تخصص معين في الازهر؟ علم، اولى ثانوي علم. اوكي. وناوي تتخصص في فقه؟ مش هو في تخصصات اقسام او كده، انت ناوي تتخصص في ايه بقى في لا انا داخل علم ان شاء الله عشان ابقى مهندس. عشان تبقى مهندس. يعني انت نفسك تطلع مهندس ان شاء الله. طيب مين الاقرب ليك في المنشدين والمبتهلين، نفسك تبقى زيه او واخده قدوتك؟ الشيخ محمد طارق دلوقتي. طب نسمع له حاجة؟ يا ريت. يلا. قرآن يعني؟ زي اللي انت مجهزه اللي انت حابه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات،
أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله عليك. الحمد لله. طب بمناسبة تلاوة القرآن الكريم، يعني انت حفظت القرآن كامل ازاي وامتى، وبدأت كقارئ ولا منشد؟ انا بدأت احفظ القرآن الكريم وانا عندي 4 سنين، ختمت وانا في الصف الخامس الابتدائي. وبعد كده بدات انشد في الاول، يعني ما بداتش اقرا قران. بعد كده بقى اتجهت لقراءه القران عندما ذهبت للدكتور طارق تعلم مقامات، يعني علمني طريقه التلاوه الصحيحه وكده، فبدات اقرا بالطريقه التي علمها لي. يعني طيب ايه الابتهالات اللي ممكن اسمعها منك دلوقتي؟ في ابتهال مثلا للشيخ النقشبندي: يا رب نعظم الذنوب كثرت. طب يلا بينا. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن
فمن الذي يدعو ويرجو الآثم؟ أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ يا رب أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني يا مسلم. ما شاء الله. طب بحكم بقى ان احنا قربنا قوي من عيد الام، هل ممكن كده تقول لنا يعني تبتهل او تنشد حاجه تخص بر الوالدين؟ ممكن اقرا قران. ماشي يعني. خلاص ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك الا تعبدوا وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. عايزين نتكلم بقى عن الأسرة شوية، يعني هل والدك برضو رجل أزهري؟ هل هو مهندس؟ لا، والدي مدرس مادة لغة إنجليزية. لغة إنجليزية. وانت ما طلعتلوش ليه؟ يعني ايه الازهر؟ يعني هو مش ازهري اصلا ولا لا؟ طب ايه فكره انك تدخل الازهر او تدرس في الازهر؟ كانت صدفه اساسا. هو كان ناوي يقدمني في مدرسه خاصه بس ما حصلش نصيب. يعني كانت المدرسه دي في السنه دي رافضه تقبل اي حد من المنطقه اللي انا كنت فيها. اوكي. فبعد كده بقى هو فضل يدخلني الازهر عن التربيه والتعليم. يعني كان نفسه انا احفظ القران وكده فدخلني الازهر بقى. فكانت جايه صدفه يعني كده، كله نصيب. طب مين اللي دايما بيشجعك او بيقول لك ان صوتك حلو، او يعني مين اللي ادالك الدفعه كده الاولى؟ والدي في البيت طبعا هو دايما يسمعني، بس والدتي اللي بتمشي معايا في كل حته. يعني هي بتروح معاك كل مكان. يعني انت ولد وحيد ولا ليك اخوات؟ لا، ليا اخت واخ. اوكي. وبرضو ازهريين؟ لا، هما الاثنين تربوت عليهم. طيب احنا عايزين بقى ايه؟ انشوده من راح الحب. من راح الحب. ايوه ماشي، يلا نختم بيها ويبقى احلى ختام. من راح الحب اشرب واسقيني، يا ساقي القوم خذ واعطيني، حسن المحبوب تجلى لعيني، أزكى صلاتي عليه وسلامي، حث الركاب ويسير يا حادي، طيب مناي وروحي امدادي، بلغ سلام لنبينا الهادي، طه اللي هدانا للإسلام. من راح الحب اشرب واسقيني، يا ساقي القوم
خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لعيني أزكى صلاتي عليه وسلامي.